فحتى لو كانوا عايزين يخرجوا من الحرب كانوا هيوصلوا لحلول وسطى عن طريق وقف الحرب مش الاستسلام وإعلان الهزيمة. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يروح يشوفه ويرجع لنا على طول علشان هنكمل الحكاية. إعلان هزيمة بقى ليه؟ قامت في ألمانيا ثورة، ذكرنا الموضوع ده. الأول قامت على يعني زي موجات، الموجة الأولى دي كانت في 29 أكتوبر، وتاني موجة دي طولت شوية من 3 نوفمبر 1918 ل 11 أغسطس 1919. أسبابها إيه؟ عادي يعني زي أي ثورة بتقوم، صراعات طبقية، وقف الحرب، الدمار والمجاعة اللي بيتعرض لها الشعب، ويزيد على الموضوع ده ثورة البلاشفة اللي قامت في روسيا في 1917، كانت يعني مصدر إلهام بالنسبة للاشتراكيين والماركسيين والشيوعيين، ان احنا التجربة دي نجحت يا جماعة، ما تيجي احنا كمان نحاول نعمل حاجة زيها في ألمانيا. فقاموا بشكل منظم جدا يهتفوا ويثوروا على النظام اللي يعني ضرهم ودخلهم في حروب ملهاش اي 30 لازمة. حركات البروليتارية كانت موجودة قبل الحرب لكنها قويت قوي وبقى ليها تقل على الارض يعني بعد الحرب واثناء الحرب. وطبعا زي ما قلنا موضوع البلاشفة ده بقى ادهم قوة ودفعة كده ان احنا هنعمل عمايل وهنحقق اللي هم حققوه بالظبط. مش بس كده يعني، مش بس هم كانوا مصدر الهام، لا ده كان في توجهات بتجيلهم من روسيا من البلاشفة دايركت. طبعا الالمان القوميين مش هيقبلوا بحاجة زي كده، خصوصا انه كان في توجهات مش بس كانت في فيينا وكارل لوجر يعني اللي كان بيكره اليهود، لا كان في موجات وكان في صحف بتصدر مخصوص علشان تعارض وتسخن الناس على اليهود. هنا بقى هيحصل اشتباك. لكن الثورة نجحت في ان هي تسقط القيصر ويليام الثاني وتحول ألمانيا من ملكية فيدرالية الى جمهورية برلمانية، واعلنت ألمانيا هزيمتها وخسارتها في الحرب وجت بعد كده معاهدة فرساي. مش المشكلة بس في العقوبات اللي اتطبقت على ألمانيا والمبالغ الخزعبلية اللي مش عارفين ألمانيا تدفعها منين لأن هي متدمرة زيها زي أي بلاد تانية، بس يعني هي إيه حسبت على المشاريب في الآخر. المشكلة في العرق الألماني تهان، دي بقى كانت أزمة بالنسبة للقوميين الوطنيين، بقى الإيجو الألماني تهانت قدامهم. بعد إسقاط القيصر زي أي ثورة بنشوفها بتحصل بقى إيه خناقات والاحزاب وكل واحد عايز يطلع يحكم وانا اولى وانا شايف نفسي احق وما الى ذلك. فكان بقى عندنا هرجله وفوضى واناركيه بالظبط بالظبط زي احداث الثوره الفرنسيه والثوره الروسيه. عندنا الاشتراكيين الديمقراطيين والديمقراطيين الاجتماعيين واحزاب عماليه كتير جدا، وطبعا طبعا يعني الاشتراكيين والشيوعيين والماركسيين بقى ايه، لا بقى احنا هنطلع بالفقره بتاعت لينين والحزب البولشيفي وهنعمل لنا بقى شو جامد قوي، وكمان بقى هنطلع نخرب ونضرب ونوقف السير في برلين ونسيطر على القطارات. فطبعا ألمانيا خافت انه يحصل نفس الحرب الأهلية اللي حصلت في روسيا، لا دي هتبقى مصيبة بقى. فبدأ يظهر لنا حاجة اسمها free corps ودي ميليشيات قومية مع الجيش كله بيضرب في بعضه. الجنود اتصدموا اللي هو احنا لسه عمالين بنخسر وفي ارواح بتروح مننا بس احنا مصرين ان احنا نشجع بعض وناخد بايد بعض ويلا هنكسب وبتاع. بعدين فجأة جالهم قرار الانسحاب ده، فاللي هو لا 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 انتوا اكيد بتهزروا. فجم يبصوا على الهرجلة اللي حصلة جوه البلد لقوا سببها الاشتراكيين والشيوعيين. يا نهار ابيض. فبدأوا يسموهم هنا دي بقى مش ثورة، اطلقوا عليهم لقب مجرمي نوفمبر لأن الثورة قامت في نوفمبر. الثورة بشكل عام مفروض عمل وطني وشريف جدا، ولكن الثورة الألمانية في توقيتها والظروف اللي نشأت فيها كانت بمثابة طعنة في الظهر بالنسبة للوطنيين القوميين. مش بمثابة، هي كانت فعلا طعنة في الظهر وسموها stab in the back، طعنة في الظهر لأن هم ما كانوش مصدقين الخسارات الفادحة اللي تعرضوا لها بسبب قيام الثورة دي. ولو اتكلمنا عن هتلر على وجه الخصوص هنلاقي ان هتلر بيكره الاشتراكيين والشيوعيين كره مباشر جدا، وفي كتابه ماين كامف في عداء مباشر وخطاب مليان كراهية ان هو مش بيطيقهم وان هم مجموعة من الكذابين والاونطجية اللي بيستغلوا الفقراء ما يهمهمش غير مصلحتهم الشخصية. ومن هنا بنستشف انه اول عدو هيظهر لينا على الساحة مع هتلر هم الاشتراكيين. I will look for you. I will find you. And I will kill you. طيب اشتراكيين وفهمناها، مالهم بقى اليهود يا هتلر؟ في كتاب ماين كامف كفاحي هتلر بيتكلم عن اليهود وبيقول الاسباب
الرئيسية لكراهية اليهود. أول حاجة هو متضايق قوي لتمييزهم العرقي اللي هما بيميزوا لنفسهم شعب الله المختار، دي حاجة معصبة جدا لأنه هو طبعا شايف أنه التمييز الأول والأخير للشعب الألماني، العرق الألماني فوق أي حد، ما فيش حد هيعلى عليه. فشعب الله المختار إيه؟ يعني أنتوا ليه أحسن مننا؟ إحنا أحسن منكم. طبعا في الأول خالص لما تيجي تقرأ عن الموضوع فتلاقي هتلر بينتقد قوي فكرة شعب الله المختار، فتقول له آه والله يا هتلر يا أخوي، يعني هما شعب الله المختار وإحنا أولاد البطة السوداء؟ مفيش دقيقتين وهتلر هيأكد لك إن إحنا أولاد البطة السوداء، لأنه حقيقي يعني شعب الله المختار هم الألمان مش حد تاني. طيب ماشي عرفناها، مالهم بقى اليهود؟ يجي بقى للسبب قوي جدا هو بيدافع عنه الحقيقة، بيقولك شعب الله المختار إيه؟ دول ما بيستحموش ريحتهم وحشة. أنا كنت عمال أقرأ كتاب كده، نزلت كتاب الوقت احنا نبقى عايزين نبيت شعب علشان ما بيستحماش وريحته وحشه، بس ممكن نزعل منهم مش بنددهم. تاني سبب بيقول انه شعب الله المختار بيسيطر على اي مجتمع عن طريق الفن والكتابه والادب والصحافه والنشر والاعلام، وبينشروا الفن الاباحي وبيدمروا اي مجتمع من جوه، وطبعا طبعا سيطرتهم على الاقتصاد ملهاش وصف. ذكر قبل كده ان هو ما كانش عنده اي مشكله مع اليهود وهو قبل كده يعني في فيينا، وكان ليه صديق كان شويه بيتعنصر على اليهود وكان بيمنعوا عن العنصرية دي وبيرفضها تماما، الى ان اكتشف حقيقتهم والالعاب اللي هما بيلعبوها وبيسيطروا على المجتمع ازاي. وده طبعا هنرجع برضو لموضوع كارل لوجر عمدة فيينا. واخر حاجة قفلت هتلر من اليهود ان هما كانوا من ضمن مجرمي نوفمبر، كانوا هما اللي بيشجعوا الناس ان هما ينتفضوا ويثوروا ويسقطوا النظام ويطلعوا نظام تاني ويدخلوا في سياسات ويسيطروا على الاقتصاد والحاجات دي كلها زيهم زي الاشتراكيين والشيوعيين. يبقى احنا التاني عدو معانا لهتلر هم اليهود. وفي حاجة مهمة جدا لازم نشير لها، حصلت في يناير 1919 انتفاضة اسمها بالألماني سبارتاكوس بوند وبالإنجليزي سبارتاكوس ليج وبالعربي انتفاضة سبارتاكوس. مؤسسيها اثنين، كارل ليبكنشت وروزا لوكسمبورغ، اللي هو بعد كده دي تحولت لل KPD الحزب الشيوعي الألماني. الانتفاضة دي كانت بتطلع ما بين بقى النظام اللي احنا اسقطناه وفي نظام جديد حكم يعني بنعمله، فالانتفاضة دي كانت بتطلع برضو على نهج البلاشفة. ولو جينا ندور يعني هو واضحين دلوقتي لينا ان دول اشتراكيين شيوعيين وهكذا، وروزا لوكسمبورغ ليها تاريخ طويل يعني وشخصية تاريخية وليها تمثال في برلين كثورجية يعني. لما نيجي ندور ورا روزا هنلاقيها أصلا هي مش ألمانية، هي بولندية، ومش بيذكر قوي ديانتها، لكن كتير قوي بيقعدوا يكلموا ان هي اشتراكية شيوعية مؤمنة بالفكر البلشيفي ضد الحرب، وراحت يعني شهيدة بسبب انه الميليشيات اللي هي الفري كوربس خدتها هي وكارل الاثنين يوم 15 يناير 1919 خطف اختفاء قصري بالليل، وبعدين ضرب مبرح تعذيب، وبعدين رصاصتين في الدماغ حطوهم في كابينة عربية ورموهم، لقوها بعدها بكذا شهر يعني مرمية في قنال يعني او ترعة. فطبعا هم حاطينها في مكانة الابطال يعني. ولكن لما نيجي ندور على ديانة روزا حلقياً هي يهودية، فمن هنا نفهم الكراهية هتلر. يعني هتلر مش فجأة، هو أكيد هيبقى فيه عنصرية وكراهية غير مبررة لناس ملهاش ذنب، ولكن في ناس أمثال روزا هتلر حطتهم في دماغه اللي هو الاشتراكيين واليهود هم اللي دمروا وطعنوا ألمانيا في ظهرها وخانونا كلنا، وهم دول مجرمي نوفمبر اللي احنا لازم ننال منهم ونقتص العرق الألماني منهم ونبدهم إبادة. وبالمناسبة في ناس بتنكر انه هتلر قتل اليهود وبيقولوا الإبادات الجماعية دي ما حصلتش، الهولوكوست ما حصلش أصلا. يجوز هنعمل مناظرة لعرض وجهات النظر وحضراتكم اللي هتقرروا إذا كان ده حصل ولا لأ، الله أعلم. ولكن هتلر في كتابه ماين كامف له خطاب مباشر جدا مليء بالكراهية والنبذ ومبررات وتحليلات ليه هو محتاج يبدهم، وليه تسجيلات في الرايشتاغ مجلس الشعب الألماني بيتكلم بمنتهى الوضوح ان هو يجب ان يبيد اليهود إبادة كاملة ويتخلص من هذا العرق. die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. وبما إن هتلر عرقي جدا وفي فصل كامل عن العرقية في كتابه، وطبعا يعني التون بتاعه واضح قوي،
فهو اكيد كشخص هيبقى باين للجيش هو عامل ازاي. فبعد انتهاء الحرب هتلر مش هيبقى له وظيفة، لانه هو قبل الحرب ما كانش له وظيفة ثابتة، فهيبتدي ان هو يتمسك، لانه الجيش هو الحاجة الوحيدة اللي كان قدر او نجح في ان هو يعملها يعني ويلتزم بيها. فالجيش من هنا هيديله وظيفة ان هو يتجسس ويراقب الاحزاب اللي عمالة بتتعارك مع بعض في الساحة السياسية الألمانية. ومن هنا هتلر فعلا هيتولى مراقبة حزب العمال اللي هو بعد كده هيبقى الحزب النازي. هنقف هنا، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي هتلر انضم للحزب النازي ومراحل تطور هتلر وتأهيله للزعامة. احنا دلوقتي عارفين انه هتلر مش مكمل تعليمه وكان فقير جدا وفي الشارع الى ان يعني دخل الجيش، فطبيعي جدا شخصيته هتبقى محتاجة تأهيل وتنمية قوية جدا علشان بعد كده ينتقل قيادة الحزب النازي. ومن قيادة الحزب النازي هنبتدي نشوف ازاي هيبتدي يكون قوة علشان بعد كده يأمل بقى ان هو يفسخ او يبوظ معاهدة فرساي اللي جابت لهم العار والهزيمة. اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.